شوف قصتي بدأت أنا بمرحلة الطفولة لحد السادس ابتدائي، ما عندي أي مشكلة. أبوي وأمي يعني عايشين أحسن عيشة، يعني من ناحية، ما أقصد من ناحية فلوس، لا، من ناحية إنه ندرس ونتعلم وحياتنا ما بيها مشاكل وطبيعية. عندي أخ أكبر مني وأني لحد ما يعني بالسادس ابتدائي أمي صار بيها مرض مو زين وتوفت. من توفت أمي إحنا قلبت حياتنا قلب، يعني ما أقول لك يعني انتهينا، لأنه يعني تيتمنا. أبويا يعني حالته كلش تعبت. أنا قعدت بالبيت، ظليت ما عندنا أحد، فأني يعني أني أغسل لهم ملابس، وأنا ما أعرف، بس كنت أشوف أمي شو تسوي، فظليت أسوي شنو اللي أمي كان تسوي، وما أروح للمدرسة، بس أخويا ظلي بالمدرسة. أبويا بقى سنة على هذا وضعنا، فيحجون عليه يقولوا له لازم تتزوج أنت وما تبقى هيجي. اتزوج ورا السنة. مرت أبويا اللي جتي كانت بالبداية زينة ويانا وتحبنا، من صار ابنها وأنا أحبه يعني، وأخويا بعد، أخويا الصغير، وداريته واعتنيت بيه. ظلت تفرق بيناتنا، ظلت تفرق من ناحية إنه توفر له كل شيء، تهتم بيه، إذا يبكي، إذا يريد شغلة، يعني هو مميز عندها. أنا بقيت 4 سنوات هي ما عندها بس هذا الولد. اختيار الزوجة، هنا الزوجة من راح تجي يعني للبيت وراح تشوف عنده بنية وعنده عائلة، فيعني يجب يعني 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 اعطائهم الحنان. يعني ليش احنا يعني ندي نغار من الابناء، ابناء زوجي؟ ليش؟ بالعكس احنا يعني نبدا عاطفين، ان هذا فاقد والدته او عنده ظروف صارت عليه، مرت يعني اللي يفقد والدته مو سهل، فمراعاة الابناء إضافة إلى الإرشادات الدينية من قبل الزوج والأهل اللي هم أهلها، فهذا الجانب ضروري جدا، الدين، الالتزام الديني. حتى التمييز، التمييز طبعا أنا برأيي من 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 أعظم أماكن تفسير القانون. التمييز هو المحكمة العليا اللي عادة ما يجلسون 5 قضاة أو 3 قضاة أو 7 قضاة من لجنة موسعة، ويتناقشون في حول تفسير هذه المادة ومن ثم طرحها للمجتمع. يعني إحنا قلت لك أكو قرارات تمييزية كيفت الرسائل الغرامية، ولدي قرار تمييزي ممكن أنه أزودكم به لعرضه، كيفت انه زنا زوجيه، بينما هناك قرار تمييزي اخر وجد ان لا، ان لابد ان يكون هناك شهود، وانه نرجع الى الفقه الاسلامي ومن ثم نعود الى الملاعنه وهذه المراحل. فهناك اختلاف لان الموضوع شائك، بالتالي هو يمس المجتمع بنواة المجتمع وهي الأسرة. فممكن أنه من نلاحظ من خلال اختلاف آراء التمييز، اختلاف تفسيرات القانونية، نلاحظ مدى وأهمية وصعوبة هذا الموضوع، لأنه ممكن أن يؤثر تباعاً. يعني أنت إذا نفرض كانت هناك حالة خيانة من طرف الزوجة مثلاً، فالزوجة بنتها أو ابنها راح يبقى طول العمر ملازمة هذا العار وملازمة هذا الموضوع. فعادة برأيي أنه أنا أحييش طبعا على هذا الموضوع، لأنه موضوع جدا قيم، موضوع كل الشائك ومجتمعي بحت أكثر مما أن يكون قانوني أو سياسي أو طرح توجهي، هو مجتمعي بحت. بالإضافة إلى الجانب الأخلاقي، هذا له دور كبير من يعني حسب تربية البنية تعتمد، فمراعاة أطفالهم، يعني هذا يتيم 4 سنوات، يعني صار عمري يعني تقريبا 16 سنة. ف عمي قال، أبويا قال إنه ياخذنا الابنة، أبويا ما قبل، قال البنية بعدها صغيرة وما أنطيها هسه. عمي زعل من يمه، بس أنا وضعي يعني ما مرتاحة من مرت أبوي. بعدين صارت حامل هي هاي نفس السنة، وتعبت بالزايد، وأنا مسؤولية يعني البيت وهذا الولد صغير. البنت المراهقة وبهذا العمر
انه تربي او يعني تقعد على اخوانها وتشتغل، هي تحتاج الى توجيه نفسي، الى دعم نفسي، تحتاج الى هواي امور، دعم من الوالد، من الاخ، مسانده، مو بس انه هي تشتغل البيت وتربي وهي فاقده والدتها، بالعكس هي محتاجه الى ام تحتضنها تحتويها، مو بس تبدي تسعى للبيت وتخدم وتعوف دراستها، هذا الشيء غلط. فهذا يقع على عاتق الوالد بعدم اختياره الى زوجه صالحه تحتوي اطفال وتكون هي بمثابة والدتهم. فأنا تعبت، بقيت يعني سنتين، وهمين جانا بعد هاي جتنا بنية، هم أخت جديدة. أخوي هاي السنوات كلها هو يعني يدرس وزين بدراسته وكمل دراسة، بس أنا صار عمري 18 سنة، وصار 18 سنة خالتي خذتني لابنها أبويا وافق. أنا همين ما أريدت بس أخلص يعني من الوضعي، صح أنا متعلقة بإخواني الصغار وأخوي همين كبيرة داري، بس قلت لازم أتزوج أشوف حياتي. هذا الجانب يعتمد على تربية البنت من الناحية الأخلاقية والاجتماعية والثقافية والدينية، فإحنا اليوم نشوف ونواجه يعني كثير من المشاكل اللي يتعرضوا لها الأبناء يعني للعنف وللضرب من خلال زوجة الأب، فإحنا نبدي نوجههم ونرشدهم، لكن تبقى تعتمد على نفسية البنت الزوجة، العفو، تعتمد على نفسية الزوجة، على أخلاقها، على طبيعتها. ابن خالتي والله زين وياي، أول سنة كان يعني زين وياي ويعني موفر لي، وكنت سعيدة وياه. بالبداية صار عندي بنية، بعدين صار عندي ولد، حياتنا ما بيها شيء، قاعدة ويا أنا خالتي، وعنده هو أخوات وعنده أخ. بعدين أبوهم توفى، من توفى أبوهم هم قالوا إنه يقسمون الورث بيناتهم، بيت ما شاء الله كبير وهذه، فأنطوا نصيب الزوجي، فإحنا اشترينا وقعدنا بشقة يعني قريبة على أهلي وأهله، يعني إحنا كنا منطقة واحدة. من قعدنا بالشقة حسيت فرق، حسيت إنه هذا بيتي، مملكتي، ومرتاحة، ويعني هو أهم شيء عندي، وأطفالي ارتاحة، وكنا تعرفين يعني مشاكل مثلاً مرت حماية وهيك شيء، بس الحمد لله من قعدت بالشقة كلش ارتاحت. شو أقول لك يعني؟ بس هاي الفترة حسيت زوجي جاي يبتعد من يمي، بدت بيناتنا مشاكل يعني بينا يعني مو على العيشة ولا أي شيء، أهلي ما لهم دخل، مرتبوية ما لها دخل ولا أهله، بس بيناتنا حسه هو يعني بدأ يبتعد عني. أنا شكيت إنه بحياتي أحد، بس كنت دائما تعود من الشيطان أقول لا، هاي يعني جوز أني تفكيري، مو هو، ما أظلمه. لحد ما يعني جهالي كبروا ودخلوا مدارس ووضعنا تمام، فجأة اجت ما أدري هو يجمع هاي الفترة يعني كلها يجمع، بس إحنا علاقتنا ها يعني شلون يقولون on off هيك يعني. قال أنا أريد أبيع الشقة، طبعا أنا مالي كلمة عليه، وهو كيفه يريد يسوي، قال أريد أبيعها ونشتري لنا قطعة أرض، وإحنا الجهال جاي كبرون وأبنيها وهاي. قلت يلا ما بيها شيء يعني بيت كبير. بعنا الشقة، بعت غراضي كلهن، بعت ذهبي، واشترى قطعة أرض بمنطقة زراعية، بس هي قطعة يعني كبيرة تكفينا، وسواله خريطة. وين رجعت وين مرتبوية، طبعا معاناة وهي مرتبوية، جهال يعني كبرى ومشاكل بين جهال وجهالها. أبويا خطية فرح بيه لأن متعود عليه، بس شنو الفايدة أنا يعني قعدت يمه شهر شهرين، هسا يكمل هسا ظل أخذ سلفة هو هماتين حتى يكمل البيت، ما قدر، احتاز فلوس. فبقينا سنة كاملة قاعدة أني وي مرت أبويا، وأقول بيت أبويا لأن هي اللي بكيفها، كل شيء بكيفها.
اخويا خطيه يعني اني يعني كل هاي المشاكل وهاي اني يعني مشاكلي اقولها لاخويا ما اقولها لابويا، ما يدري اخويا يعني يساعدني يحل مشاكل بيني وبين زوجي. هاي الفتره زوجي يعني يدز على الجهال، هو قاعد يم اهله، انا ما قدرت اقعد يمهم ما اقدر، يدز عليهم يشتري لهم هاي بس يجيني قليل. فانا حسيت انه اكو شيء وحده بحياته. هو اصلا انا كنت شاكه بهذا الموضوع بس ما ادري، وحده اثنين اكثر من وحده كنت يعني ما اخلي الموضوع ببالي، اغلس على الموضوع لان اريد حياتي تستمر. فاني يعني حكيت ويا وحده من اخواته، قلت لها شوفي وضعه، يعني انا ما شك باخوك ولا ابد، يعني هو ابن خالتي وابو جهالي ابو بيتي، يعني انا ما اظن بيه سوء، بس انا شكيت. تعرفين كل مره ورجلها من يبتعد عنها، فهي ساعدتني، ظلينا نراقبه لحد ما صورت لي من تلفونه انه عنده علاقه ويا وحده احنا ما نعرفها طبعا. بعدين اكتشفت اني اخذت هاي اللي عندي وهاي بتليفوني وضامتهن، اكتشفت انه هي هاي شلون يعني قرايب صديقه، ما ادري اخت صديقه، يعني اكو معرفه عده باهلها بحيث هو يطب بيتهم. الباحث الاجتماعي المشاكل اللي تجيه من قبل الازواج وبعض الاشخاص نتيجتها واغلبها اللي هي الاستخدام انفتاح على الانترنت بشكل واستخدام خاطئ، إضافة إلى الزواج المبكر. الزواج المبكر اللي يعني حالياً إحنا دنشوف الوضع الحالي، ياهو الابن كبر قام بدأ زوجه، لا متهيئ نفسياً، لا متهيئ شخصياً، لا متهيئ مادياً، فبدأوا زوجوه. تدخل الأسر العوائل بين الزوجين، العامل الفقر والبطالة، هذا له تأثير كبير. فإحنا بحالنا ويعني بهاي الحالة إحنا يجب أن نحد من هذه الظاهرة من خلال الإعلام، يعني التوعية من خلال الإعلام والسوشيال ميديا بهذا الجانب. موضوع الخيانة الزوجية بدأ يستشري بالمجتمع بسبب زيادة مواقع التواصل الاجتماعي، انفتاح المجتمع، تطور المجتمع. عادة إحنا قبل كان أكو هناك عديد من الخيانات الزوجية لكن عادة ما يتكتم عليها الطرفين، من ناحية أنه العشائر، من ناحية الأهل، من ناحية الأقارب، فبالتالي يصير أكو تكتم وعتمة بالموضوع. الآن إحنا عندنا العديد من الأماكن اللي ممكن أنه نطرح بها مشاكلنا حتى بدون ما نبين شخصيتنا الطبيعية أو الشخصية الحقيقية. ممكن أنه نختار اسم فيك، ممكن أنه نختار مواقع تواصل معينة، ممكن أنه ما تظهر معلوماتك الشخصية، فبالتالي ممكن أنه تنطرح هيك مشاكل. حتى أنه المجتمع بالآونة الأخيرة بدأ بالعكس، بدأت اللي تواجه هاي المشكلة ممكن أنه تطرح مشكلتها باسمها الشخصي، بصورتها، بكيانها الشخصي، ممكن تراجع المحكمة في سبيل أنه تستحصل كافة حقوقها. فبالتالي الخيانة الزوجية برأيي هي كانت مستشرية منذ الأزل تقريبا، ولكن ممكن أنه كثرت بسبب اعتياد الناس على مواجهة مشاكلهم وحلها. يعني عادة احنا بزمن أمهاتنا وبيبياتنا كان أكو مصطلح أنه بيتك أوتوماتيكيا يرجع لك، لازم أنه يروح ويرجع عليك أنت زوجته. بهذه الحالة احنا يجب مراعاة حالة نفسية للبنت، خصوصا احنا بمجتمع يعني ما يهتم للبنية بالعائلة، فيجب مراعاة ظروف البنية اللي تمر بها، خصوصا في حال فقد الأم، وفقدان الأم مو سهل. يعني من خلال الأخو، من خلال الأبو، انه يراعون البنية مشاعرها، يشجعوها على إكمال دراستها. إكمال دراستها يعني تلتهي دراستها، هذا الجانب ضروري، انه البنيه تعتمد على نفسها من خلال ما تكمل دراستها، تشوف لها وظيفه معينه حتى ما تحتاج احد. هسه لا، ممكن الزوجه ما تتحمل، ممكن الزوجه تكون كيانها مستقل، عندها شخصيه، عندها عمل مستقله بذاتها ماديا، فبالتالي هي ما متمسكه بالزوج مثل ما كنا قبل، فاوتوماتيكيا ممكن انه ما تتقبل اي خيانه زوجيه. والعكس، الزوج ايضا قبل كانت حالات خيانه الزوجه جدا بسيطه، ممكن تكاد ان تعد
تعد على الأصابع، لكن حالياً نواجه مشكلة أنه ممكن الزوجة تخون حتى وإن كانت قاعدة بالبيت، حتى وإن كان ما عندها. طبعاً طبعاً تجينا كثير من الحالات، وعادة القضاء العراقي جدا دقيق بالتكييف هذه المواد، باعتبارها انه مواد تخص الاسره بصوره مباشره. يعني الزوج والزوجه عاده عندهم ثمار، عندهم اطفال، فبالتالي ادانه اي طرف من طرفي هذه العلاقه ممكن ياثر على ثمار هذه العلاقه. فنلاحظ انه القانون العراقي جدا دقيق بتشخيص هذه الحالات بتكييفها، ومن ثم بطرحها حتى في قراراته. يعني لاحظ قرارات التمييز العراقيه عاده ما تكون مختلفة فيما بينها بالآراء، فهذا دليل على أنه هناك تناقض حتى في طريقة الشرح والتفسير للقانون. فنلاحظ أن هناك قرارات تمييزية اعتبرت أن مجرد المراسلات الغرامية أو هناك ألفاظ تتلفظ بها أحد الأطراف مع شخص غريب ممكن أن يكيف وفق المادة 377 اللي هي زنا الزوجية حسب قانون العراقي رقم 111 لسنة 69. المسؤولية تقع على الوالد أو المحيطين اللي حولها، الوالدها، عمها، أخوها اللي أكبر من عندها. هنا في حال اختيار الأب زوجة يعني غير صالحة، يعني هي زوجة الأب، فهنا رح يأثر على الـ 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 البنية. فهو يعني أنا ضميت عليه الموضوع، ما يدري بالموضوع، بس كل ما يجي هاي تلفوني ما يشوفه لأنه خاف يشوف بي شيء. فهو شك انه اكو شيء بتلفوني فظلمني، قال لي انت يعني مسويه شيء من وراي، ليش ما اشوف تلفونك؟ انا ما اريد اشوفه لانه هاي الاشياء الموجوده بي. صارت مشكله بيناتنا وانا ما اعرف ليش هيك، بعدين عرفت انه هاي اللي كان هو رايتها ويحبها زوجته. فهي من زوجته يعني طلعها بي، قال انا اريد انفصل عنك، انا اريد اطلق. فاني وين اطوت شيء؟ يعني ما حد يعرف بهذا الموضوع، ما حد يعرف انه انا لازم عليه بيناتهم محادثات، اكو بيناتهم حتى تسجيل وحتى صور موجوده بتليفوني. فحكيت لاخوي، حكيت له، قلت له يابا هيجي بيناتنا، بس حلفت انه ما حد يعرف لا من اهل زوجي ولا اهلي، يعني ما اردت احد يعرف، وتعرفين واحد يشمتون وهيك شيء بي وبي انا همين. فأخويا وقف وياي، قعدنا حكينا، وأخويا طبعا ما قال له انه هي هيجي، قال له ليش؟ قال لنا شك بيها عتها شي. فأنا قدام أخويا قلت له يابا هذا اللي هذه الصور وهاي الأشياء اللي أنا يعني عرفتهن عليك. هو أصر مين عرفتي؟ من المصدر؟ أنت شنو تراقبيني؟ أنت مدري شنو؟ من هذا الحكي صارت بيناتنا مشكلة كلش كبيرة. البنت متواجه يعني ان تشوف والدها مو وياها، طبعا تلتجي الى اخوها، اخوها هو سندها وظهرها. فبهاي الحاله احنا نشوف دائما اغلبيه الاخوان ما يكونوا ويا خواتهم، بالعكس المفروض من الاخ انه دائما يشوف اخته شنو محتاجه، شنو مشاكلها، شنو متطلباتها. هذا يحد من المشاكل اللي تحدث بالمجتمع، يحد من الظواهر. يعني هواي امور تحدث حاليا بهذا المجتمع نتيجتها انه الاخ ما يكون مساندها. انا حاليا استاذه الكريمه يعني ممكن اؤخذ على هذا الكلام، المحامي هو متمكن من كل ادواته، فبالتالي اذا طرح عليه موضوع يبقى المحامي يلزمه قسمه وتوجهاته ومبادئه، فبالتالي ممكن انه تفيدني في حالات معينه وممكن انه اني ما اتخذ بيها وما اقيم دعاوى عليها، حسب الحاله، حسب نوعيه المراسلات، حسب المنصه اللي وجدت عليها المراسلات، حسب طبيعه العلاقه. انا عاده ما انصب نفسي كباحثة اجتماعية أو كمحايدة للموضوع، لا، أنا قسم وفق مهنتي أنه أدافع عن موكلي حتى وإن كان مخطئاً، ولكن هذا ما يمنعني أنه في بعض الحالات لابد أن أرجح العقل. يعني أنا في واحدة من الحالات أتاني زوج وأراني مراسلات واضحة جداً، والزوج لديه 5 بنات، من ضمن البنات بنات شابات مراهقات 16 و14 و15 وواحدة متزوجة.
فأني بصراحة يعني اعتزلت، انفردت بموكلي وبلشت أناقشه وقلت له إنه هذه المراسلة الصحيحة وممكن إنه إحنا نمشي عليها ونشتغل عليها وممكن نثبت لك بها حق، لكن أنت هل فكرت ببناتك باشر عقبة؟ مو هذا يبقى ملازم بناتك، أنت زوجتك وطلقتها يعني خلص ممكن إنه ينتهي الموضوع عندك، لكن بناتك شلون؟ فوصلنا مرحلة إنه نقدر نعالج هاي المسألة بالانفصال، لأنه حتى القانون العراقي عندما طرح موضوع زنا الزوجية هو جعله سبباً لطلب التفريق وفق القانون الأحوال الشخصية رقم 144 لسنة. نعم لسنة 59، لا مو فقط بدون بالضبط. فممكن انه نصل الى حل يرضى جميع الاطراف، انه خلص انت حتنفصل عنها وهي حتنفصل عنك، بالمقابل انه هي مثلا طبعا الخيانه الزوجيه سبب من اسباب سقوط الحضانه عن الام، فبالتالي ممكن انه هي تعرف نفسها غلطانه. في هذه الحاله كانت تعرف نفسها غلطانه، جت وقالت ست اني ما اريد حضانه البنات وما اريد كذا وما اريد كذا، وأنا كل اللي أريده أنه ننفصل بهدوء وأنه أثر على نفسي، أنا خطأت وكان لازم أنه أنا ما أخطأ هذا الخطأ بسبب عمري، بسبب المرحلة العمرية اللي أنا أمر بها وكذا، بسبب بناتي، طبعا هذه الصحوة المتأخرة. لكن إحنا بنفس الوقت أكو هناك حالات بالعكس، أكو هناك زوجات أو أزواج هم مخطئين ولكن ممكن انه ينكرون، ممكن انه، فبهذه الحاله احنا ما عندنا غير انه نتخذ الاجراء القانوني ونترك القضاء العادل هو اللي ياخذ مجراه ويقرر بهذا الموضوع. حالات البنات المراهقات، احنا بهذا المجتمع العوائل يعني ما من النوع توجه وتوعي وتثقف، لا، فبهاي الحاله احنا من نشوف مراهق يعني نفسيا تعبان او يواجه مشكلات، هو يجب مراعاة الظروف الملائمة لهذا المراهق أو توجيهه إلى طبيب نفسي أو مرشد نفسي. إحنا حالياً عندنا أطباء نفسيين، عندنا باحثين اجتماعيين، هسه فتحت عدة عيادات نفسية واجتماعية توجه العوائل وتنمي، وحتى على السوشيال ميديا ننشر هذا الشيء وتثقف من الحالة اللي تحدث مثل هاي الحالات، فتثقف وتوعي هذا المجتمع. هنا الحالة طلعت من مشاكل من مرت أب، مشاكل ونفسية تعبانة، فدخلت على مشاكل ثانية اللي هي الزوج. الزوج هنا ما راعها ولا اهتم لها ولا أنطاها الشيء اللي تستحقه وتحتاجه، يعني من ناحية الجانب الديني مراعاة الزوجة أخلاقيا ودينيا واجتماعيا، فهذا هي فقدته من خلال أهلها وفقدته من ناحية الزوج. هو بدل هو راد يطلقني إنه بالزايد، راد يطلقني بالزايد إنه أصر على الموضوع. أنا قلت له أنا أريدك، كان فضحتك ورحت لأخواتك والأخوك وقلت لأهلي، بس أنا قلت بس لأخوي لأن ثقبي وردنا نحل الموضوع بيناتنا. هو أصر إنه لازم ننفصل، ما أعرف بعد. أنا قلت خلي أتماهل على مود البيت، يعني البيت يعني أريد حريتي، يعني قاعدة ما قاعدة قاعدة ناس غربة، يا مرت أبويا العفو، يعني خاصة إجوا جهالي صارت مشاكل بيناتنا. فجأة أجتني ورقة إنه أنت خلاص هو مطلقني وأنا ما أدري بي الموضوع. هنا هو دور الأم من يفقدون والدتهم، هنا تبدي مشاكل والمعاناة النفسية، وطفلة بهذا العمر هي تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى إرشادات، لكن في حال فقدان والدتها إلما تلتجئ إلى والدها، وبهاي الحالة والدها هو متزوج ومتزوج زوجة يعني ما معتنية بيهم هذاك الاعتناء ولا أصلاً تسبب لهم مشاكل، فهذا كله يقع على عاتق الوالد. جداً جداً هواية أشوف حالات مشابهة، لأنه أني أرجع أعول السبب أنه إحنا دائماً متربين أنه الزوجة هي سند زوجها والعكس صحيح، وأنه الزوج هو سند زوجته، فبالتالي إذا واحد من عندهم اعتاز مادياً، إذا واحد تشوفين الذهب الزوجة دائماً مباح، ذهب الزوجة هو أول حل ممكن يفكر به الزوج، والعكس ممكن في بعض الحالات، أنا عندي كثير من الحالات الزوجة هي اللي تحتاج مادياً والزوج هو اللي يساعدها. ف
حالات المساعدة المادية هاي بين الزوجين هاي من ضمن المودة، من ضمن المودة الموجودة داخل إطار الزواج، خصوصا أن الزواج مشروع مبني على ركزين مهمين وهو الزوج والزوجة، بالتالي التوافق، التراضي، المودة، الرحمة فيما بينهم هذه مطلوبة. لكن في بعض الحالات مثل ما ذكرتين يحدث خذلان من قبل طرف إلى آخر. بسبب هذا الخذلان القانون العراقي أيضا جعل هناك مخرجا لهذا الموضوع بأنه جعل هناك مانعا أدبيا. احنا عندنا بالقانون العراقي أنه أي دين بيني وبين أي شخص آخر إذا لم يكن مكتوبا فبالتالي يسقط حقك بالمطالبة به، ولكن في هذه الحالة جعل المانع الأدبي منطقيا ومن الأدب أنه أنا ما أوقع زوجي على وصل أمانة أو أخذ أسوي لكم بيالة أو مثلا أجيب ورقة وقلم وأقول له تعال اكتب وأبصم ووقع. إحنا عندنا مانع أدبي لذلك، فلذلك ممكن أنه نستحصل الأموال اللي انطتها أو العكس، لأن أنا عادة ما أريد أنحاز للزوجة، أنا محايدة جدا بهذا الموضوع، والعكس ممكن الزوج أيضا يتعرض إلى الحالة، فنلجأ إلى الطلب الدين عن طريق بالتمسك بمادة المانع الأدبي وفق قانون الإثبات، وذلك لاستحصال هذه المبالغ. أما حق المساكنة ستي إذا تسمحي لي، فحق المساكنة هو مغاير عما طرحتيه بالقانون. يعني حق السكن هو عادة حق الزوجة بالسكن لمدة 3 سنوات بعد الانفصال. ليس مساعدة الزوجة مو من الضروري أنه تساعد زوجها، لكن في هذه الحالة هو محتاج إلى سكن، لكن هي ساعدته وبالتالي هو اللي أخذ البيت من عندها وراح باعه وسكن بغير مكان وهي سكنت يم أهلها وحدث الطلاق. فأنا أخويا خطيه ما قصر وقف وياي وخلالي محامي، بس قال المحامي أنتوا كل شيء ما تحصلون لأنه هي طالعة من بيتها ويعني ما أدري مسويني ناشز ما أعرف، بس هو المفروض هو طلقني المفروض إلي حقوق، وهي حتى الحقوق هي إحنا أنا قبل سنوات ما كان عندي، المؤخر معتي 3 ملايين وشنو فايدتها 3 ملايين شو تريد تجيب لي؟ فأنا اللي ندمت عليه هو البيت، أنا أريد البيت، لأنه أنا بايع ذهبي وبايع الغراض ومطيته فلوس وأنا اللي مجمعتهن وفوق فلوسي بنى بيهن، يعني أنا إلى حصة بي. صح ماكو ورقة مكتوبة، وقال لي المحامي لا أنت مسوية وصل لا مسوية شيء، ماكو حتى أنه فتشي مثلا تسجيل كلمة شهود كل شيء ماكو، بس مع ذلك أنا رايدة حقي أنه أريد البيت، أريد جزء من البيت يعطيني تعويض. فهذا الموضوع بعد نوي المحامي أمشي به. نعم، هذه تترك إلى سلطة القاضي التقديرية بشرح وتفسير حيثيات الموضوع وحيثيات الدعوة. ممكن أنه حتى وإن كان هناك، أنا قلت لك محكمة التمييز نفسها اللي تصدر كافة القرارات بمعظم القضايا هي نفسها ممكن أنه تختلف بالآراء، وأنا ذكرت لك وممكن أزودك بتقارير تمييزية ممكن أن تختلف فيما بينها في الآراء. فنترك كل دعوة من حيث حيثياتها، إحنا كمحامين واجبنا أنه نبرز هذه الحيثيات للقضاء، والقضاء لديه سلطة تقديرية بالتقدير ومن ثم بنطق الحكم، وطبعاً الحكم ما راح يكون نهائي، أكو هناك مراحل الاستئناف والتمييز، وممكن أنه اللي يشعر أن هناك غبن في حقه يراجع المحاكم الأخرى ويستحصل حقوقه طبيعية. هنا يجب مقابلة الشخصين المتخاصمين والوقوف على الأسباب الحقيقية، وهنا يبدي دور الباحث الاجتماعي بالنظر إلى مشكلتهم، ويجب معالجتهم، معالجة هذا النزاع بشكل ودي، إضافة إلى تعتمد هذه الحلول على خبرة الباحث الاجتماعي، خبرة الباحث الاجتماعي من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية، إضافة إلى الخبرة المتأتية من الدراسة الأكاديمية اللي هي شهادة. فهنا نجي نوقف، الباحث الاجتماعي يجب المحافظة على الروابط الأسرية اللي هي في حال وجود أطفال،
وعدم يعني حتى يحد من حالة الطلاق. وإحنا نعرف الطلاق راح يأثر سلبا على تفكك الأسري، يأثر على العائلة باعتبار أن العائلة هي أحد نواة المجتمع. والله يا ستي إحنا عندنا مقولة بيننا كمحامين، إحنا نعتبر أنه مقبرة القرارات هي التنفيذ، والسبب مو فقط بالقانون، قانون التنفيذ، لا، السبب بروتينية العمل داخل هذه الدائرة. يعني عادة طبعا دوائر التنفيذ يعني مشكورة في 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 الآونة الأخيرة كان هناك جهد حثيث من قبلها بأنه تسرع الإجراءات، تبطئ كمية الشكلية بالمعاملة، تعتمد على التكنولوجيا من خلال إبراز الكيكارد وما إلى ذلك. هذا طبعا مشكورة عليه كدوائر تنفيذ، احنا نشكرهم على هذا السعي، لكن بنفس الوقت احنا للأسف دولة ضعيفة تكنولوجيا. يعني احنا ممكن تكنولوجيا نفتح لكل شخص ضبارة وفق داتا معينة خاصة بدوائر التنفيذ، فبالتالي انت ما يحتاج تراجعين دائرة التنفيذ، انت عن طريق الموبايل. وما اتوقع ان هناك طبقة بالمجتمع حاليا ما عندها تليفون، يعني حتى الطبقة المعدمة نشاهد عدة تليفون، حتى لو ما عنده انترنت هناك حالات، هناك كافي نت، هناك محلات انترنت، هناك محلات اسواق نفسها ممكن انه تبث لك انترنت. فاحنا دوله متاخره تكنولوجيا، وهذا للاسف ما اعرف شنو السبب اللي يخلينا متاخرين تكنولوجيا، لكن بسبب روتينيه وشكليه هذه الاجراءات كانت هناك جهود من كلا الطرفين، منا احنا كمحامين بتزويد الدائره بالقرارات المصدقه، بفتح ضباره مستعجلا، باتخاذ الكتب واسترجاع اجاباتها مستعجلا، هاي احنا كمحامين والشغل اللي بايدينا. من ناحيه الدائره ايضا حاولت بطريقه او باخرى ان تسرع من هذه الاجراءات، ولكن تبقى انها اجراءات روتينيه شكليه خامله وممله جدا. فسبب استحصال الحقوق انا اعوله لهذا السبب. بعد طلاقي يعني بقت النفقه مالتي الجهال والنفقه مالتي، وطبعا تاخرت ما استلمتها انا راسا، ورا فترة يلا استلمتها. هسه وضعي يعني قاعدة ويا مرت أبويا، بس أخويا يعني يفكر بأنه إحنا هو يتزوج يعني أجر بيت شي وأنا أقعد وياه، لأنه ما أقدر بعد أني يعني أقعد وياهم، جاي كبرون وأنا أقدر يعني من خلال نفقة أقدر أصرف على جهالي، هو حتى أساعده بالإيجار يعني حتى لو أعطى جزء من يما بسيط، وأخويا ما مقصر علي يعني هو عوضني. بس مع ذلك أنا مخلية هاي القضية مالتي، أريد الحق من البيت. والله أنا حسب ما سمعت الحالة هي مخلية محامي، فبالتالي إحنا لما ننطي رأينا ومع وجود أستاذ محترم ماسك الدعوة، هذا من باب السلوك الأدبي غير صحيح. ولكن أنا أتكلم بصورة عامة كل زوجة أعطت إلى زوجها ذهبها أموالها ولم تستطيع استحصال شيء، هناك مادة قانونية في قانون الإثبات ممكن أن نعول عليها بظرف المانع الأدبي، وبالتالي نثبت الدين من خلال البينة الشخصية. بس هو كمل البيت، والظاهر راح تجي يعني هي عروسة بعد الدشنة جديدة وراد يجدد حياته، بس هو أكيد هو الخسران والندمان، لأنه اللي يضحي واللي ما تفضح قدام الناس يعني هاي ما راح يلقى مثلها، وأنا متأكدة راح يندم وراح يرجع لي. بس أنا ما عايشة على رجعته هسه، عايشة على مود جهالي أربيهم وأكبرهم، وعلى مود أخويا إن شاء الله يلقى لي بنت الحلال اللي تعوضه وتعوضني، أصير لي مثل الأخت. وهاي هي بعد شريد أسوي أني، أنا لا قدرت أكمل دراسة ولا شيء، وأخويا ما مقصر وياي، وإن شاء الله يلقى لي الإنسانة يعني اللي ما تبعدني عن أخويا وأبقى وياه. بس ردت من يمك يعني من برنامج إنه أعرف أنا شلون أقدر أخذ حقي من هذا البيت، يعني صح ماكو سند، بس هو نفسه ما يريد يعني حتى لو يحلفونه بالقرآن إنه أنا إلي نصيب بالموضوع، أنا على الأقل يعطيني فلوس اللي اعطيتها،
مو إلا إنه قاعدنا بالبيت بعد على البيت أنا مو إلي. الحالات الخيانة الزوجية ده تحدث بشكل كبير، يعني حالياً حتى الطلاق ده يصير من 6 يعني في هاي الفترة من 7000 إلى 6000 حالة بالشهر، وده نشوف حالات الزواج ده تزيد عن 37000 بين هذا العدد، فهذا نتيجته يعني نتيجة الزواج اللي ده يحدث بشكل كبير هو هذا اللي سبب من أسباب الطلاق. والله اللي أحب أضيفه هو زيادة الوعي بالمجتمع، وهذا يعني بالدرجة الأولى عليكم أنتم كقنوات وكإذاعات فضائية، لأنه بصراحة أنتم واجهتنا، واجهة المجتمع بصورة عامة، فممكن أنتم من خلال هذه البرامج التوعوية ممكن أنه تغيرون من الواقع بتشخيص مخاطر هذا الموضوع، بتشخيص آثاره، بتشخيص سلبياته. وما أتوقع هناك إيجابيات في الخيانة الزوجية، يعني أتوقع مجمع المجتمع يجتمع على أنه لا يوجد هناك آثار إيجابية بموضوع الخيانة الزوجية. فإحنا ممكن من خلال هذه المنصات نستطيع بطريقة أو بأخرى أن نقلل من هذه النسبة، من خلال إحنا كمحاميين أيضا، الأساتذة زملائي يعني ما مقصرين، أنا دا أتابعهم على مختلف الإذاعات والمنصات، هم أيضا ما مقصرين بطريقة أو بأخرى يحاولون أنه يشرحون طبيعة هذه المواضيع، سلبياتها، ماهيتها القانونية، ممكن الزوجة تخسر سمعتها، إلى جانب تخسر حقوقها، إلى جانب تخسر حضانة أطفالها، والزوج كذلك. يعني إحنا يمكن أكو حالات معينة الزوج يمسك بمراسلات ويمسك بصور ويمسك بمحادثات، والزوجة ما تروح وما تقيم دعاوي، وذلك بسبب أنه أيضا قلت لك أكو عندنا نسبة كبيرة من البنات اللي عندهم طاقة التحمل، عندهم طاقة الصبر والانتظار، وممكن ينعدل وممكن يرجع، ممكن يتغير، ممكن يتركها وهكذا، لكن بشكل أو آخر هو يرجع لأخلاق الشخص، لأخلاق طرفي العلاقة ولمكنونات العلاقة السرية. يعني ممكن أنه تكون هناك أشياء إحنا ما نعرفها بالعلاقة الزوجية، فهذه تعود إلهم. في حال عدم وجود ورقة قانونية فهنا ماكو حق إلها، لكن يبقى على الطابع العشائري والطابع الأخلاقي، هذا أكيد حقها راح يرجع من خلال عشيرتها أو أهلها وناسها يقدرون خلال هذا الجانب. نعم، يعني ما مرت به من ظروف قاهرة منذ الصغر، يعني ومن بداية أو بمراحل الطفولة أكيد أثر على شخصيتها وعلى تكوين شخصيتها، فقدانها لوالدتها، مسؤوليتها لتحمل تربية أخوانها، التعامل مع زوجة الأب، كل هذا أدى إلى بناء شخصية قوية لهذه المرأة. قد تكون في بادئ الأمر من خلال طرح مشكلتها أنها يعني نلاحظها ضعيفة الشخصية، أو قد نحكم عليها بضعف الشخصية بسبب ما مرت من ظروف وتحملها لضغوطات الحياة منذ الصغر. أحياناً هاي الضغوطات وهذه الظروف الصعبة تبني من الإنسان، تبني له شخصية قوية تجعله يواجه الظروف، يواجه الحياة بإصرار، بتحدي. سؤالها بالتحديد إنه كيف أسترجع أموالي اللي دفعتها في بناء أو مشاركة الزوج في بناء سكن للأسرة، ويعني السكن الدائم للأسرة. بالحقيقة هي ما وضحت لنا إنه هي هل اتفقت مع زوجها إنه هاي المبالغ وهذا الذهب اللي صرفته أو باعته في سبيل أنت، هل اتفقت مع زوجها على أن يرد الهياه بعد أن يتمكن ماديا بعد إتمام البناء، أم هي انطت هياه بحسن نية، يعني أنه هي انطت مساهمة. وهنا يعني على ما أعتقد لو تسأل القانون يعتبر هبة. ليش؟ لأن ما اتفقت، أنا أعتبر أنه هي
أعطاها المبالغ هي هبة، هبتها لزوجها. أما إذا اتفقت أنه هي أنا راح أنطيك هاي المبالغ، راح أروح أبيع ذهبي وأنطيك المبالغ على أنه ترجع ليها، هنا يبقى دين بذمة الزوج ولابد أن يرجع ليها. أما لم يكن هناك اتفاق وأعطتها بحسن نية المبالغ ومبالغ الذهب والمبالغ اللي هي كانت يعني جمعتها للزمن بدون أي اتفاق، تعتبر مثل ما الهبة أنه أهب شيء للآخر، فتعتبر هبة على ما أعتقد القانون يعتبرها. ليش؟ لأن ماكو اتفاقيات. هنا الحل برأيي ومن خلال تخصصي ومعالجتي لحالات كثيرة مثل هذه الحالات، أنه يكون هناك جلسة، بما أنه هو ابن خالتك مو غريب، فأنت تعرفين من هو المؤثر القوي عليه، يعني الكبار اللي بالعائلة أجمعهم بما فيهم الوالد، وتكون جلسة عائلية تكون بالتفاهم أنه أنت تخليت عن زوجتك عن أطفالك، لكن هناك مبالغ تم إعطائها من قبل زوجتك لبناء بناء سكن لأسرتكم، لحياتكم، لأبنائكم. أما تأخذ الأموال وتبني الدار وتتخلى عن زوجتك وعن أبنائك وتمنح هذا الدار وهذا التعب إلى امرأة أخرى، هنا راح يدخل بها يعني اللي يكون إنه هي مثل الذمة برقبته، فلا بد أن يرجع حقك من المبالغ اللي تم إعطائها، على الأقل المبالغ يتفقون على المبالغ اللي اعطيتي هي للبناء، يعني قيمة الذهب، وأكيد تعرفين أنت بكم بعتي الذهب والمبالغ اللي اعطيتي هي، فتكون جلسة عائلية بكبار العائلة كونه هو مو غريب، ابن خالتك أقرب الناس إليك، وهنا يعني يحكموه عشائريا، يحكموه عائليا انه هذا حق ابنائك، حق زوجتك، وابنائك يعني لا يمكن ان تاخذ حقوق امراه او تعب امراه في سبيل اعطائها لاخرين. فهنا الحل الامثل حسب رايي انه تكون هناك جلسه بحضور الزوج وفتح كل الملفات اللي حصلت، ويكون هناك حلول لكل الملفات. أما عن حياتك المستقبلية، نعم الآن الأخ غير متزوج ومتحمل مسؤوليتك ومسؤولية أبنائك، تقولين مثل ما قلتي أنه أنا دا أبحث له عن زوجة، يعني مستقبلا هو راح يكون صاحب أسرة، لا يمكن أن يتحمل أسرتين، يعني زوجته وأكيد أبنائه وأخته وأبنائها، لابد أن تثبتين وجودك بعمل حتى لو كان من داخل البيت، أنه تقومين بعمل يرد لك مردود مالي. وكثير الأعمال أو المشاريع البسيطة اللي تكون داخل البيت وتحترم كيان المرأة وتحافظ على كيانها وتحافظ على استقلاليتها، بحيث أنت يرد لك هذا المبلغ بمردود مالي يساعدك ويعينك على الحياة ومواصلة الحياة، ويعين أبنائك مستقبلا دخولهم جامعات، احتياجاتهم أكيد كل ما يكبرون كل ما تزيد احتياجاتهم، فلا بد أن تفكرين كيف أنه تضمنين حياتهم والحياة اللي ما يحتاجون إلى الآخرين بيها من خلال عملك. هاي المشاريع الصغيرة، كأن تكون التجهيزات الغذائية، كأن تكون خياطة، كأن تكون تجهيز أكسسوارات الأعراس، هاي يعني السلال والورود وسلال الحنة، هاي كلها حقيقة ترد أموال، ممكن أن تكون أموال تساعد على تمشية الحياة، وأنه تكون يعني سند إلك ولأبنائك.
بالأخير أتمنى لك الحياة الهانئة، وأنه المشاكل أنت لا تتصورين بس أنت مريتي بالمشاكل، الكل تمر بالمشاكل، والمشاكل مثل ما تعرفين ببدايتها تشوفيها كبيرة لكن مع الأيام تتلاشى وتصغر. فأتمنى لك حياة هانئة وبصحة وبنعيم إن شاء الله.